Bem, baixo nós 6.17. هذا البري باتش نوت حق الوورلدز، يعني لسه عشان الفاينلز حقت الوورلد يا شباب ما حتكون على 6.17، حتكون على 6.18، فلسه في باتش كمان بعده. في باتش كمان بعده حيسووا في تعديلات، وبيقولوا تعديلات كبيرة صراحة. اني سووا لها نيرف على التبرس، نيرف بسيط يعني، بس حافتر ديث بعد ما تموت. فاكرين يا شباب بعد ما تموت التبر صار يتجنن دحين، جوز كريزد ويروح يتفلت على امه اللي قتلها ويضرب زي يفجر فيها. فصار اتاك سبيد افتر، يعني صار الموفمنت سبيد والاتاك ديكيز فاستر، يعني تقل سرعته والاتاك سبيد حقته مره بسرعه اسرع حبتين، 20% اسرع، يعني ما فرقت كثير صراحه. فما اظن حيفرق اي حاجه، غير انه والله بدل بعد ما تموت اول زي سايون كان يجي ينفلت يجري وراك، دحين تقدر تفقع منه حبتين. يعني اول ما كان يجي يدي امك سلاب على وجهك كده يفجرك على طول. بعد كده عندنا التشينجز على الاي دي سيز، طبعا ميجر تشينجز على الاي دي سيز، تغييرات بالهبل سوا في الباتش هذا. اول واحد على اش سووا نيرف على الكيو حقها، نقصوا الكيو بيريد حقتها. الكيو كان يجلس 5 ثواني بعد ما تشغله، دحين يجلس 4 ثواني. طبعا هذا ما حيفرق كثير في بداية الجيم، أظن أكثر شيء حيفرق بعد ما نوصل ميد جيم، لما تشتري رونانز، لما تخش في تيم فايت. لو أنت داخل في تيم فايت وجاي تضرب الأوت، يعني بالذات إذا كانت الكيو شغالة وعندك رونانز، حتسوي أوي دامج مرة كثير. في البارت هذاك من الجيم أظن حتوصل ل 2، 2.3 ولا 2.5 ولا إلين 3، إلين 3 أتاك سبيد، يعني لين 3 اتاك سبيد بير سكند، يعني في ضربتين زيادة كانت او 3 حتى اذا كان ماخذ فول اتاك سبيد بل تروح عليك، كانت اول ممكن تسويها. طبعا هذه بنتكلم على اقل شيء 1000 دامج، ف اتس ا بيج نيرف على التيم فايت كابابيلتي، اتس ا فيري سمول نيرف على الليننج فيس. هما يبغوا يقللوا الدامج حق اش عشان يخلوها مور يوتيليتي، عشان عند اش عندها كل شيء، عندها سلو، عندها ستان، عندها دامج مو طبيعي، فقال لك نبغى نخفف الدامج اوت بوت على اساس تكون الفوكس حقها يوتيليتي. طبعا ايش يعني يوتيليتي؟ انا يعني كل الناس بيطلبوا مني لما اشرح اقول اي كلمه انجليزيه احاول اترجمها بالعربي. طيب يوتيليتي يعني يكون عندها ستان، ولا يكون عندها سلو، ولا يكون عندها حاجه غير انه هي تسوي بس ضرب ودامج. دائما انواع الاي دي سيز نوعين يا شباب، او انواع الشامبيونز عامه في الجيم نوعين. نوع يكون فوكس على الـ او يركز على الـ على الـ على الشغله حقته، زي ان كان اي دي سي، زي مثلا لو قلنا مش سيفر، فين اي دي سي هايبر كاري، دامج 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 دامج، ما عندها ولا شيء ثاني. اش في المقابل لا، اش الفوكس حقها او التركيز حقها على الستن وعلى سلو، لما تسوي اوتو اتاك ولا تسوي دبليو ولا تسوي اي دامج تبطئهم، فممكن يستفيدوا من الكلام هذا. في نفس الوقت الالتي تسوي فول ستن، فعندها حاجات غير الدامج توفي بيها، فاهم؟ فانواع الاي دي سيز نوعين، في عندك يوتيليتي بيست اي دي سيز، او اكشلي 3 انواع، يوتيليتي بيست، سكيل بيست، وعندك الثانيه يوتيليتي بيست اوتو اتاك بيست. ايش من اليوتيليتي بيست؟ ما دام عندها يوتيليتي قال لك نخفض الدامج حقها حبتين زي ما سووا في اللي بعده. هنكمل كوركي. شيء ثاني سووا بف، سووا نيرف على الدامج حق الار حقها. النيرف هذا ما له اي معنى، يعني يمكن بدايه الجيم حيقلل الدامج ب 50، وانت عامه الالتي ما تستخدمها عشان دامج، تستخدمها عشان ستان. نهايه الجيم 600 نفس الشيء، فما في اي شيء فرق هنا. التشينج الكبيره اللي صار عليها في الكيو، طبعا حاليا اش في توب تير اي دي سيز، عندك التوب تير اعلى اي دي سيز تلعب بيهم دحين، عندك اش وسيفر وجن. بعد كده ندخل على جينكس وازريل وممكن كيت. اظن التشينج هذا حيخلي اش تنزل تكه على التير الثانيه بدل ما هي التير الاولى، حنشوف الباقي. بعد كده كوركي بس باسيف تشينج، لما يكون عندك الباكج وانت مسرع بالباكج، اول كان لما تضرب اوورد يبطئك، دحين ما تخرجك ما لها اي معنى. كوركي ما هو موجود في الجيم نهائيا يا شباب، وما له اي معنى لا ميد ولا اي دي سي، وبعد النرفات اللي اكلوا لي اياها والى الان حتى مع التعديل هذا ما حيفرق معه ولا شيء. ديانا سووا لها باف على الاي حقتها، على الرينج حق الاي حقها بس، يعني زودوا الرينج حقت الاي من 150 ل 225. برضو ما حيرجعها للجيم، ما حيرجعها للميتا، بس اعطاها شويه يوتيليتي زياده تقدر تسوي بيها.
ديانا من الشامبيونز اللي تعتمد على الشامبيونز تانيين يكونوا موجودين في الجيم معاها عشان تقدر تسوي حاجه. طبعا اذا كان مفيد، انا ما بتكلم على سولو كيو، بتكلم على ال سي اس. يعني ال سي اس اللي هو الليج تشامبيون شيب، سولو كيو لما تلعب لحالك هنا رانكت. اوكي بعد كده دريفن الار حقته خلى المانا كوست حقها 100، اللي الالتي خلى المانا كانت 120 صارت ب 100، ونقصوا الكول داون وزودوا الكول داون حقها 110 في 20. هذا تشينج ما له داعي اظن. الفكره بس في التشينج هذا انه الناس تشوف انه في دريفن صار عليه تعديل. ترى دريفن او بي يا شباب، اوكي او بي لما تلعب بيه سولو كيو، مش او بي لما تلعب فيه في 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 ال سي اس. ليش في سولو كيو او بي؟ لانه ما حد يعرف يتعامل معاه، ما حد يعرف يوقفه. انا في جيتس جوينج يا اتس اوكي، طياره طياره في جيتس جوينج، يعني ياخذ له بفات، ياخذ له دام، يجيب حاجات جامده، حينفلت عليهم، يتفلت عليهم، ما حد يقدر يوقفه. في ال سي اس يعرفوا كيف يوقفوه، يوقفوا فوق الاكسس حقته، يسووا له ستان، ما يخلوه ياخذها. وا 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 يس. بعد كده عندنا ايفلين، وهذا التشينج اللي ممكن يغير حبتين في الميتا يا شباب. ليش؟ لانه ايفلين من احسن الجنجلرز عامه لما يكون ما في لين سوابس. ايش يعني لين سوابس؟ لما تشوفه في ال سي اس ولا في الليج تشامبيون شيب، ولا في لما تفرجوا في الكريه، ولا في نو ما ادري، في النهائيات حقت الليج اوف ليجندز، هتلاقوا انه دائما البوت يطلع توب والبوت ينزل. هذه يسموها لين سوابس، يغيروا لينات، اللينات تغير محلاتها. ايف ما تنفع في اللين سوابس عامه، عشان كده ما تشوفوها في ال سي اس نهائيا. دحين مع الميت الجديد ما عشان بنشوف لين سوابس لما نسوي الفيرست بلاد على التاور اللي تحت هذا الشيء، فممكن احتمال كبير ايف يرجعوها الجيم، حتشوفوها شويه حبتين في ال سي اس، بالذات انهم قللوا السي دي حق الـ حق الـ حق الـ حق الـ حق الالتي حقتها. هي مره او بي، دامج حقها مو طبيعي، طريقه لعبها معروفه، تكاونتر تشامبيونز كثير في الميتا توب دحين وميت، وكون انه ما عاد في لين سوابس وما يحتاج تجلس مع احد عشان تاخذ، يعني تجلس تسوي دول جنجل، احتمال كبير نرجع نشوفها مره ثانيه. بعد كده سووا بف لازريل الباسف حقته، وهذا حيطلع ازريل من المحل اللي هو فيه، قلنا لكم تير 2 هي الثانيه، حيصير في التير الاولى احتمال كبير. طبعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الباسف حقته زودوا الاتاك سبيد بير ستاك. اول انت عارف ان الباسف حقت ازريل كل ability تسويها تاخذ ستاك يزود الاتاك سبيد حقك 10% 10% 10% 10% 10% لين ما توصل 50% اخر شيء كل ستاك، فخمسة ستاكات. دحين زودوها، مو بس تديك كل ستاك تديك 10%، خلاك على حسب الليفل 10 12 14%. يعني ممكن في نهايه الجيم لو عندك الخمسة ستاكات يكون عندك 70% اتاك سبيد. This is very OP. هذا حيرجع ازريل، طبعا الكوريين مبسوطين على الكلام هذا، ما في كلام، حيرجع ازريل، حتشوفوه مره كثير يا شباب في الجيمز الجايين. جانك بلانك ادوله مجموعه نرفات، شفتها صبا، ما اظن النرفات هذه، يو دونت هاف تو وري اباوت النرفات هذه توكسيك، لانه ات ويل نوت تشينج، ما حتطلعه من الجيم. البيس هيلث حقه نقصوه من 580 ل 540، هذا معناها واحده اتاك كانت اول تسويها زياده في بدايه الجيم ما تحتاجها عشان تقتله، وهذا شيء طيب للناس اللي قدامه، يبيعوا الناس اللي قدامه قابليه انهم يقتلوه ويسووا له شداون من بدايه الجيم. انتوا عارفين جانك بلانك حاليا از ذا هاردست كاري، ما في كاري في الجيم اعلى منه. تبدا بدايه الجيم انت 0-5، لو وصلت ليت جيم في جيم فانتسي وبنيت الايتمز حقتك كلها اللي تحتاجها ممكن تقلب الجيم 180 درجه، طبعا على يد واحد يعرف يلعبه زي الناس. في كل الحالات الدبليو زودوا المانا كوست حقها وتقريبا ما حيفرق كثير من بداية الجيم لنهاية الجيم. W معروفة يا شباب اللي هي البرتقالة، البرتقالية، لا عشان تفك السيريز ولا هذا، ما يبغوا ناس يستخدموها في أي وقت، يبغوا تستخدمها تنتبه، ما تستخدمها إلا أنت متأكد محتاج تستخدمها. وأول كانوا في اللين تجلس تديك سستين، إيش يعني تديك سستين؟ ترجع لك هلت كل شوية، ترجع لك هلت كل شوية، ترجع لك هلت كل شوية، فيبغوك ما تستخدمها إلا أنت محتاج، وما تسوي تريدز إلا أنت محتاج. بعد كده هذا فيكس بوغ ما تغير، هذا اللي هو النيرف اللي عليه الكلام حبتين شويه، يعني زودوا الكول داون حق الالتي حقته 180، وزود ونقصوا الدامج حق الالتي حقته 420. اظن التشينج هذا يعني موجه اكثر شيء لبوت، ما هو لجانج بلانك، لانه جانج بلانك الالتي حقته بالذات اول التيز يستفيد منها كثير في الماب، يسوي التي تحت، يسوي التي ميد، ما يسوي التي على نفسه، ما هو على ال1 في 1 على اللي قدامه. يا يسوي الالتي على على لين ثانيه عشان ياخذ اسيستات ويساعد، وهذه حتساعد اللينز البقيه ان هم يعني شويه حبتين يمشي حالهم اكثر من الوضع اللي هو حاليا فيه. طبعا كل النرفات هذه يا شباب ما حتغير، ما حتطلعه من الجيم،
حيبقى ما زال من احسن التوبس اللي ممكن تلعبه، واظن لسه لازم يصير له كذا نيرف ثانيه مختلفه عشان يخرجوه، عشان يخلوه مش السوبر هورس اللي بيصير حاليا صراحه. في كل الحالات بداية الجيم حيصير أضعف مرة كثير، فاللي بيلعبوا لازم ينتبه إنه في بداية الجيم حيصير أضعف مرة كبير، لازم يحسب حساب الكلام هذا، ولازم ينتبه تريدز حقته أقل، الهيل حقه أقل، الدامج حقه أقل. بعد كده ميجر تشينج، هذا التشينج صراحة من أكبر التشينجز اللي شفتها على تشامبيون يعني من زمان. جراجس عشان تقريبا يا شباب في كل جيم شايفينه في الشي اس هو من الجنجلرز الأساسيين اللي موجودين في الجيم، ما في جيم ما في جراجس. واظن التشينج هذا يا حيطلعه نهائيا يا حيخليه بس موجود في ماتش ابس او في كومبوزيشنز حقت اللي هو ديسنجيج. ايش يعني كومبوزيشن؟ يعني تجمع فريق، لما تسوي لو من تكون فريق من 5 اشخاص في فرق لما يلعبوا مع بعض لهم الاداء حقهم يركب مع بعض. الديسنجيج كومبوزيشن ايش يعني؟ يعني الفريق اللي يقدر يخرج من تيم فايتس من دون ما ينكفش. يعني في عندنا تيم فايتس تيمز تسوي انجيج مره كثيره، لو عندك مالفايت، عندك هيكريم، عندك هذا، هذول شغلتهم يدخلوا ويسووا انجيج ويوصلوا عليك. ها جراجس الالتي حقته تخرجك تبعدك برا، فيا انك تسوي فول ديسنجيج، يعني يا انه التيمز اللي هي فول ديسنجيج حيلعبوا جراجس مش حيكون موجود في كل الكومبوزيشنز، او حتى اللي هو الديسبيسمنت كومبوزيشن اللي هو والله نبغى نصيد واحد واحد ونقتلهم لحالهم. يكون عندي دبل اساسن، ايش يعني؟ يكون عندي مثلا زد ورينجار ولا وفي نفس الوقت ابغى واحد من هذول، لانه الالتي حقته تقدر تفصل واحد لحاله ونقدر نقتله مره بسرعه بعدين نكمل. في كل الحالات اول شيء سووه الاي حقته اللي هي البادي سلام، نقصوا زودوا الكول داون حقها من 12 ل 16 بدايه الجيم، وهذا في بدايه الجيم حيقلل الاداء حقه في الجانكس، وهذا يمكن تشينج يعني تشوفوه هين بس من التشينجز الكبيره اللي حتاثر عليه مره كثير، سواء في الكلير حقه في الجنجل اذا كان جنجل، ولا في الجانكس حقته في اللينز. اول كان يستخدمه كل 12 ثانيه، دحين كل 16 ثانيه، فلو انت تلعبه مين كل ما كنت تسوي اي اول ما حتقدر، فلس جنجل كلير هذا واحد، في نفس الوقت لس جانكينج كابابيلتي. اثنين التشينج حق الاكسبلوسيف كاسك، هذا الاكسبلوسيف كاسك الالتي ايش كانت تسوي اول شباب؟ لما ترميها على حسب المسافة اللي انت بينك وبين الادم اللي ترميها، فلو رميتها على البعيد مرة الادم يعني حتشوفها انت اللي وانت قدامه حتشوفها وهي جاية وممكن تفلش منها، بس لو رماها تحته ما تشوفها حتى ما تلحق تشوف انه سواها. اوكي هذه كانت الفكرة فيها، انه والله عشان يرميها، عشان لو كل ما كان قريب، كل ما كنت قريب منه كل ما كان الوقت اللي تاخده عشان توصل اقل. اوكي وهذه كانت تعطيله ادفانتج. فكل الجراجسات سابقا ايش كانوا يسووا؟ يجيك طاير الف يسوي اي فلاش اللي هي يسوي البادي سلام على فلاش، يسقعك ويديهك التي يرجعك على ورا على طول، صح؟ وما تلحق تسوي ولا شيء. وحتى اذا ما سقعك بالاي حقته يرمي الالتي وهو تحتك ما تقدر تلحق ولا تسوي ولا شيء. غيروها كومبليتلي، كانت بيست على الديستنس، كانت بيست يعني كانت تعتمد على المسافة بينك وبين الشامبيون، دحين لا، دحين ما تعتمد على المسافة نهائيا، دحين في كل الحالات هتاخد نص ثانية عشان توصل. فانت لو انت تحته وهو رمى الالتي حتشوفها وهي جاية، وهذه مصيبة بالنسبة لجراجس، لانه ما عاد صار حيقدر يسوي الفول انجيج التي بسرعة ويمشي، وانت اللي قدامه عندك وقت تاخد رياكشن تسوي فلاش. فهذه هم درايو دائما عندهم فكرة لأي حاجة تصير في الجيم لازم يصير فيه لها كاونتر بلاي، لازم نديها ندي الناس التانيين مجال انهم يقدروا يسوي حاجة ضدها. وبهذا بتشينج هذا اظنهم طلعوا جراجس نهائيا من LCS اظنه، والله اعلم. دحين عشان تجيب الالتي حقتك لازم تدي ايه، لازم تصيده الاي تسوي ستان، انتوا عارفين مو ستان يعني ستان ونوكب بسيط، لازم تجيبها اول عشان تجيب الالتي. طبعا انا بتكلم على هاي ايلو، ما بتكلم على برونز وعلى على it does make a big difference toxic. I'm not talking about solo queue، انا ما بتكلم على solo queue يا شباب، او حتى لو ايلو solo queue، بتكلم على هاي ايلو solo queue، بتكلم على شو اسمه على LCS. اوكي طبعا في سولو كيو يمكن ما حتلاحظوا ولا فرق، بالذات اذا كنت في الايلوز الواطيه اللي هي برونز وسيلفر وجولد وحتى بلات يا شباب، ما اظن حتلاحظ اي فرق. بعد كده عندنا التشينج حق جيس، هم اظنهم بيقول لك انا من زمان ما شفت جيس في الجيم ابغى ارجع عمه في الجيم، ما احنا عارفين هذا التشينج اظن حيرجع على الجيم بقوه كمان يا شباب. الاي خلوا المانا كوست حقها 40، ما هو فرق شاسع.
ما حيفرق كثير صراحة، عدا انه والله سستين يقدر يسوي مور دامج في بداية الجيم. الار قلبوا الريشيو حقها من ability power لاتاك دامج، هذا حيسوي ذا الاوتبوت دامج حقه مره كثير، بالذات بالبلدات اللي كنا متعودين عليها. طبعا كانوا يروحوا مناموني انتو مور دامج ايتمز وات ايفر، يعني ما ادري دحين ما يمكن جديد، لانه هذا هي وركس ريلي ويل، يعني جيس ينفع مره كويس في الكومس اللي هو البوك كومس اللي هو يطلق من بعيد يضرب ويضرب ويضربه بعدين يخشوا ينقصوا الهيلث حق الناس اللي قدامهم، هذول يسموهم بوك كومبوزيشن سبوك، يعني دزوا اضرب فيه حبتين حبتين لين ما تقدر تدخل وتقتلهم كومبليتلي. حيبني فول اي دي يا شباب كالعاده، والدامج اوتبوت حقه على الالتي على الار يعني حيصير هيوج، واظن التشينج هذا حيرجع الجيم مره كثير توب وميد حتى. ما ادري اذا الناس حيلعبوا اي دي سي مره ثانيه ممكن، يعني فاكر جات فتره طويله الناس كانت تلعب جيس اي دي سي بسبه حاجه كانت زي كذا قريبه من كذا، اظن برضو ممكن يشوفوا اي دي سي مره ثانيه يا شباب ويبني فول دامج ايتمز. بعد كذا جن العظيم، فاكرين يا شباب قلنا الليست الاولى جن سيفر والثالثة اللي هو آش، برضو الثلاثة هدول حتشوفوهم بيحاولوا ينرفوهم على أساس يخلوهم بالانس حبتين. التشينج حق الدبليو is a very huge change، نقصوا البونس اتاك دامج ريشيو من 0.7 لـ 0.5، هذا معناه الدامج حق الكيو حيقل مره كثير وحيزيد على المينيونز، هم زودوه على المينيونز تقدر تسوي بيه كلير للمينيونز، بس الدامج على الشامبيونز نقصوه. ليه؟ لانه هذه بتسوي ستان لو كان عليك شو اسمه لو كان عليك الباسيف حقته، فيبغوها تسوي ستان اكثر من انها تسوي دامج، ما زالت تسوي دامج مقبول. بعد كده الالتي سووا لها بف حبتين وسووا لها نيرف حبتين، سووا لها بف على الميسنج هيلث. دحين صارت في فكره طويله قبل ما تضرب الالتي، يعني اهم شيء تسوي زي الالتي حقت جينكس يا شباب، الدبليو اس الدبليو مش الكيو، انا ما قلت الكيو، اذا قلت الكيو انا اسف يا شباب، على هذه الدبليو الديدلي فلور، الكيو ما سوى فيها شيء. قبل ما تسوي الالتي يبغوك تسوي الكومبو حقك، يبغوك تنقص ده الهيلث حق الادم اللي قدامك، فاحسن شيء تسوي في كومبوز مره حلوه على جن، تديله تسوي تخلي عندك بوليتين اثنين، تسوي اوتو اتاك كيو دبليو على طول، او سوري اوتو اتاك دبليو على طول وبعدين اوتو اتاك مره ثانيه كيو وتفك التي، او تسوي اوتو اتاك دبليو وتفك التي على طول، نقص هيلث الادم اللي قدامك وبعدين. طبعا كل ما نقص الهيلث حق الادم اللي قدامك كل ما سويت دامج، اول كانت فور 2% في كل واحد، في كل 1% هيلث ناقص، دحين زودوها 2.5، وفي نفس الوقت سووا نيرف للبوليتس للدامج حق البوليتس الاولى للخامسه، يعني كانت اول 50 125 200، دحين صارت 40 100 126. طبعا التشينج هذا الفكره منه انه يبوي يسوي مور دامج على السكوشي، سوري يبوي يسوي مور دامج على السكوشي ذان على التانكي. انتوا عارفين جن يتعب مع التانكي كومبوزيشنز، لو في 2 3 تانكس في الجيم جن يتعب وبشده، فهذا هم بيقول لك هذا تخصصه يقتل سكوشيز بالسرعه السريعه. اوكي، في نفس الوقت الدامج اوتبوت ما اظن فرق كثير، مره نقصوه تكه، فما هو ما هو تشينج مره كبير. طبعا ايه التعديل هذا ايش حسوي في جن؟ ما اظن حسوي شيء، حنلاقيه في ال سي اس، حنلاقيه في سولو كيو، حنلاقيه موجود في كل جيم تقريبا، او يعني حتى اظن حيبقى تير 1 ما حينزل تير 2 والله اعلم. انميز ناو هاف ان انديكيتور تو ماكس رينج اوف ذا كيرتن، اول كانت الكيرتن لما يفك الفرشه حقته، انا اسميها الفرشه يا شباب فاكرين انتم، يفك الفرشة حقته ما تشوف النهاية، النهاية حقتها انت تحسب بنفسك انت برا وفي نفس الوقت جالس تنضرب، فدحين بس حطوا انديكيتر يوريك. جينكس سوى لها بف على الالتي حقتها، زودوا البونوس دامج ريشيو على الالتي حقتها المينيموم والماكسيموم من 0.1 لـ 0.15، من 1 لـ 1.5. طبعا الفكرة فيها زي ما قلنا يا شباب يبوا يجيبوا اي بي سيز ثانيين يشوفوهم في الساحة يتلعبوا، وجينكس اوريدي كانت تير 2 بعد الثلاثة الأساسيين، دحين التشينج هذا حيخليها في البداية، حنشوف جينكس مرة كثيرة يا شباب. كانون سووا له شو اسمه بيسك اتاك مثال سبيد، زودوا السبيد حقت البيسك اتاك حقته، وسووا وامباور اتاك مثال سبيد، وزودوا سبيد ونقصوا السبيد حق الدبليو حقته. كانون ما هو في الميتا بس كانون از فان تو بلاي، التشينج هذا ما له اي معنى بس بالانسز. كليد ما في اي شيء تغيير، مالفايت واحد من التشينجز برضو العظيمه في الجيم. مالفايت قلنا يا شباب فاكرين جابوا جيس فوق، وحنشوف كمان بعد شويه جابوا ريفن فوق، فدائما لما نجيبوا تشامبيون ريوت
يغيروا تعديلة كبيرة على انه تشامبيون، ممكن لازم يجيبوا تشامبيون تاني يقدر يوقفه، ويقدر ايش اسمه يعالج، يسوي له بالانس، يسوي بالانس للين. فايش قاموا سووا؟ قاموا نقصوا الكول داون على الدبليو حقته، وزودوا البونس ارمر حقه من 10 ل 15، والتزويده هذه مره كبيره يعني، مره 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 كبيره. اوكي، اما الفايت فول هيوج كاونتر فور، يعني كاونتر مره عظيم لاي اي دي، لاي اي دي توب. اوكي، وما الفايت لما يكون التيم اللي قدامك اي دي ولا اي دي توب، ترى حاليا حيكون فيري او بي. اي ثينك، اظن بالتعديلة هذه حتى حنشوف ما الفايت في 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 ال سي اس، واحنا من زمان ما شفناه، والله اعلم. اكتف دامج ريشيو برضه زودوا الدامج على الدبليو حقته. بعد كده مورجانا، هذا كواليتي اوف لايف، زودوا الرينج حق الاي ل 800 من 750. اوريانا يبغوا يحاولوا يرجعوها يا شباب اظن للجيم، وما والتعديله هذه ما تكفي انها ترجع. الكوست حق المانا حق الالتي حق المانا حقها 100 125 150، خلوه ال 100 ونقصوا الكول داون، بس بيحاولوا يرجعوا الجيم. مشكله اوريانا دحين الميتا، اوريانا مره كويسه، مشكلتها الميتا، كل الناس اللي تلعب ميد ميتا يتعاملوا مع اوريانا بشكل يعني يبهدلوا اوريانا. بس بوبي نفس الشيء اللي قلناه اللي شو اسمه لمالفايت، ونفس الشيء اللي قلناه لجيس بيسووه على بوبي، بيحاولوا يرجعوا بوبي للجيم يا شباب، وادوا لها بفات عشان تخليها تقدر تتحمل التوب، الناس اللي تلعب توب. بوبي از من ذا تانك سايت، في عندنا دامج ديلرز، عندنا زي ريفن وجيس، وطلعوا بوبي زودوا الارمر حقها والماجيك ريزيست من 12 ل 15%، يعني 3% زياده، وزودوا الموفمنت سبيد حقتها. برضو بوبي تكونتر موضوع جيس، وتكونتر موضوع ريفن بنفس الطريقة. بعد كده ريكساي زودوا الكول داون على التنلز حقتها، وزودوا طبعا انا بقول حقتها لانه ريكساي انثى المفروض يا شباب للي ما كان يعرف يعني، وزودوا الكول داون على الالتي. ما زالت فايبل ريكساي، من احسن الجنجلز حاليا في الجيم، وبتشوفوها تقريبا زي ما بتشوفوا كنتوا زي ما بتشوفوا هذا هذا الباسيف حق ال حق ال حق حق فيصل، زي ما بتشوفوا كنا جراجس وإليس وهذا كل جيم كنا بنشوف ريكساي كل جيم، بالذات على البلد الجديد حقه هذا اللي هو تيتانيك هايدرا بيست. بكل الحالات التشينج هذا بس شوية يوتيليتي تشينجز. التانلز ما حيقدر يسويها بالسرعة اللي كان يقدر يسويها أول، ما حتفرق معاه، ونهاية الجيم نفس الشيء. والألتي ما حيقدر يستخدمها كل شوية، أول كان يستخدم ألتي فوق يخش تيم فايت يرجع يسوي الألتي مرة تانية، دحين ما حيقدر، لازم يحسب حسابه. يس ريفن، هذا التشينج اللي ما له أي معنى، وآي هاف نو ايديا ليه بيسوي التشينج هذا، وليش يبغوا يرجعوها بالطريقة البلا هذه في الجيم، أنا ماني فاهم صراحة. يمكن عشان شافوا الناس بيلعبوها في السي اس شويتين هوني والطقة، قاموا يمكن قال نرجعها في السي اس. مشكلة ريفن يا شباب، أول ما ترفع فيها ستات قد كده تصير أو بي، أول ما تشيل منها ستات قد كده تصير فيري نيرف. دحين الوين ريت حقها حوالي 50 51% أو 50%، فالمفروض إنه ما كان يسوي فيها أي شيء صراحة. يعني أنا من وجهة نظري الوين ريت حقها او بي، يعني شوف 51% اوريدي الوين ريت حقها، ما ادري ليش تبي يرفعوها اكثر من كذا. لو وصل طبعا اي شيء في الجيم هذا يعتبروه اكثر، اي شيء يوصل اكثر من 55% يعتبروه او بي، ما بين ال 50 وال 55 يعتبروه كويس، فهي وضعها كويس دحين، انا ماني فاهم ليش بيسووا لها نيرف، بيسووا لها بف. طبعا البف هذا حيفجر ام اللي قدامه، لما نوصل ليفل 6 ريفن ويل كيل اني ون، حيقتل اي احد باي طريقه، حيفجر بطريقه مجرم. يعني الدامج ان كان انت عارف انا الالتي حقتها المينيمم دامج حقها من 80، الماكسيمم دامج حقها 240، لو سوى الالتي حقته صح، والناس اللي تعرف مين ريفنز ما حيعرف كيف يسوي الدامج مزبوط، هيجي يمتحنك يلصق فيك يسوي الكومبو كامل وبعدين يديك التي في وجهك ماكسيمم دامج، 60 دامج زيادة، من 20 ل 60 دامج زيادة، هذا ليفل 6 على طول، هذا از هيوج باف عليها. واتش اوت فروم ريفن يا شباب، ريفن مشكلة. اوكي، مرة مشكلة. رايز الالتي حقته الرينج نزودوها من 1500 3000 ل 1750 3000، في بداية الجيم زودوها، بنهاية الجيم زي ما هي، هذا بس كواليتي اوف لايف تشينج. زي ما تكلمنا على موضوع الاي دي سيز الثلاثة الاساسيين يا شباب، بيسووا لهم نيرف على اساس يحاولوا يسووا لهم بالانس، سووا نفس الكلام للسيفر. سيفر نقصوا الدامج، البونس اتاك دامج حق الدبليو حقتها، وفي نفس الوقت نقصوا الاتاك سبيد حق الدبليو حقتها من الار. الار دائما يا شباب اللي ما كان يعرف، ترى الالتي فيها باسيف على اتاك سبيد على ذاك الشيء، لما تشغل الدبليو يجي لك اتاك سبيد بف
من الار حقتك يعني. اول ما تجيب عشان كده ليفل 6 على 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 سيفر اذا شو اسمه باف مره كبير او يسموها مايلستون كبيره. من يوم ما توصل ليفل 6 على طول يزيد الدامج حقك الدبليو، فنقصوها وزودوا اليوتيليتي يعني نقصوا الدامج حقها، بس لسه ما زالت الدبليو تسوي تسوي شو اسمه الدبليو ما زالت تسوي كريت، فما عندنا مشكله فيها. ايش معنى التشينج هذا؟ ما حنشوف سيفر، لا حنشوف سيفر تقريبا برضه بنفس الطريقه في السي اس. كل اللي فرق انه دحين سيفر يعني حتختار ابغى سيفر ولا ابغى جينكس، اكشلي مو جينكس، اذا تبغى يوتيليتي اذا تبغى يوتيليتي اي دي سي دايما سيفر حتكون الاوبشن ما زالت. بدل ما تكون تير 1 يمكن تنزل تير 2، يمكن ما اظن حتنزل تير 2 حتبقى تير 1. بعد كده ثرش سووله بف مره بسيط على الـ على الـ على التي حقته، زودوها نقصوا كل دعم 150 ل 140 ونهايه الجيم ل 100. الكلام هذا خلاه حيكون جاهز في كل تيم فايت بدل ما هي كل تيم فايت ونص ولا كل تيم فايت. مره ثانك يو باور سبايك، اي واز لوكينج فور ذا فاكين وورد توكسيك. الباور سبايك ليفل 6 يا شباب زي ما قلنا. بعد كده بنتكلم على ترندل. اظن يبغوا يشوفوه مبسوطين من وضعه سبورت، يبغوا يزودوا سبورت كابيليتي حقته. سووا له باف ايرلي جيم على البيلر ونيرف نهايه الجيم عشان ما يبغوا كل شويه يسوي لها سبون. ما التغيير هذا ما حيغير في اي شيء في ترند، اللي حتشوفوه بنفس الطريقه. بين مره ثانيه سووا باف على الـ على الـ على التامبل حقتها على الكيو. بداية الجيم ما تغير ولا شيء الـ AD ratio، نهاية الجيم زاد الـ ratio من 0.5 ل 0.7. طبعا ايش معنى الكلام هذا؟ ولا شيء. ولا شيء نهائيا. نهاية الجيم اصلا ما تستخدم الكيو حقتها فور دامج، تستخدم الكيو عشان positioning. ايش يعني positioning؟ يعني ما في فين صاحي في هاي ايلو يا شباب، بتكلم عن الناس اللي تعرف تلعب فين زي الناس، يبدأ الفايت ولا يبدأ engage يفك كيو، يخلي الكيو ماسكه الين ما هو يتخبى، يفك التي بعدين يتخبى بالكيو حقته يندس بعدين يسوي دامج. ف reinforcing the whole hyper carry idea of vein. ايش يعني؟ يعني vein early game ما زالت ابو كلب، late game حتسوي دامج زياده بس يا شباب، ما تغير شيء فيها، ما حيرجع vein للجيم، ما حيطلع vein في هاي ايلو في 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 التوب تير ليست. اظنها حتى في اذا تبغى ترتبها في ترتيبات الاي دي سيز تحطها في الثالث او في الرابع. طبعا ليش؟ انا ما بتكلم على المين فينز يا عيال، بتكلم على اي احد بيلعب vein في سولو كيو وما له اي معنى. بعد كده بنتكلم على فيجر موجودة فراش. من التشينجز برضو اللي انا ماني فاهم ليش سووها في الجيم حاليا، يمكن فيجر الوين ريت حقه ما هو قد كده حاليا، فهم بيحاولوا يرجعوا فيجر. بداية الجيم ما حتشوفه كثير يا طارق، ما اظن حتشوفه مرة كثير يعني الفرق هذا، بس بدل ما صار يوصل للاند جيم فانتسي حقه بدري بعد ما يشتري الايتمين الاولى ولا الثلاثة الايتمين ونص الاولى، يعني حتصير مع ايتمين يعني ميد جيم حيصير والله عنده دامج عالي شوية، فبس يعني خلوه يقدر يوصل أسرع، بدل ما يوصل في دقيقة 25 حيوصل في دقيقة والله حتى مش 25 حيوصل دقيقة 23، الفرق دقيقتين ثلاثة إذا بتلعبه مزبوط. ما هو تشينج كبير، ما حتشوفه كل جيم لأنه فيجر ما ينفع إلا في حالات محددة، بس إنه يس بف معتبر صراحة. بعد كده هذا الـ هذا الـ هذا التشينج الغريب صراحة اللي ما حتتوقعه، يعني انا ما توقعت يسووا بف لفاي ويرجعوه الجيم، لانه التعديلات هذه اللي سووها ممكن تخلينا نشوف فاي في ال سي اس يا شباب، احنا ما شفناها يمكن من سيزون 4 او من سيزون يا من سيزون 4 ما شفتها في ال سي اس. زودوا نقصوا الكول داون حق الباسيف. ايش الباسيف حقتها فاكرين يا شباب؟ كل ما تسوي واحده من الابيليتيز حقتك يجي لك شيلد، كان كل 18 ثانيه من بدايه من 18 ل 8، دحين من 16 ل 8، يعني بدايه الجيم حيكون عندك سستين زياده في الجنجل بالذات، وعندك الجانكينج باور حقتك ولا الشيلد يطلع لك بدري بسرعه. بعد كده الكيو زودوا نقصوا الكول داون حقها من 18 ل 16 وزودوا النوك باك ديوريشن من 0.5 بدايه الجيم خلوها ثابت 0.7 طول الجيم. وبعد كده الاي صار ابون فيرست ليفل، اول ما تلفل الاي يجي لك ستاكين تو تشارجز على طول. طبعا التشينج هذا مره واحده بس في بدايه الجيم، يعني الكلير حقك ليفل 3 زي ما قلنا شباب امس، الكلير حقك ليفل 3 ولا ليفل 4 حيصير مره سريع وتقدر تسوي جانك قبل الادم اللي قدامك. اوكي ايش معنى الاي هذه؟ ممكن تسوي كلي يعني تروح تاخذ الجروم بعدين تاخذ البلو بعدين تاخذ الولفز، تروح تاخذ الريس بسرعه توصل ليفل 3 وتديها جانك ميد على طول، صار طاير على طول حبيبي مشكور ما قصرت.
التشينج هذا مره كبير على فاي يا شباب. فاي عيبها الوحيد في الجيم اللي خلاها ما هي موجوده ما احنا شايفينها في السيس، انه فاي من من الشامبيونز اللي الانتيك الجولد انتيك حق الريكويرمنت عشان عشان تصير كويس لازم تجيب جولد مره كثير، لازم تبني عليها ترينيتي فورس، لازم تبني عليها ايتمز تخليها تسوي دامج مره كبيره. التانكي بيلد حقها ما هو وطال بس ما هو الاوبتيمال بيلد حقها، لانه شغلتها فك طريقه لعبها انه تفك التي على الباك لاين وتروح تقتلهم، فلو كنت مره تانكي ما حتقدر تسوي ولا شيء. ففاي عشان كده ما هي محببه كثير في ال سي اس، لانه يبغى لها جولد مره كثير عشان توصل للمرحله اللي تصير فيها والله انستوببل. بعد كده طبعا سبلاش ارت، انا سايون نزلوا له حاجه حلوه جديده شكلها، بس غيروا سبلاش ارت الرسومات حقته مش بطاله. بعد كده توريتس الاي اي حق التوريت تغير، هذا تغيير بسيط كواليتي اوف لايف تشينج. بيقول لك اول كانت عندهم مشكله كان لما الانمي تيم يسوي انجيج يسوي دايف، لو كان لو كانوا بعيدين عن بعض، لو كان في مثلا واحد في اليسار وواحد مره في اليمين، والتاور بعد عن الادم اللي في اليسار ما يقرب على اللي في اليمين بسرعه، مره يطول عشان يقلب او حتى احيانا ما يقرب نهائيا. فهذه عدلوها بس بكل بساطه. دحين التاور يفهم انه في احد تاني في الرينج ويقلب عليه على طول، هذا ما حيغير ولا شيء في الدايف. انا امس اللي كان موجود معنا في الستريم قلت هذا حيغير حاجه في الدايف، لا هذا ما حيغير ولا اي شيء في الدايف كيفابيليتي. كل اللي حيسويه انه التاور حيشتغل صح زي الناس الاوادم، لانه فك كانت في عنده مشكله ما بيشتغل زي الناس الاوادم. بس بس شيء ضروري لازم نعرفه اوكي، لما التاور كان بيضرب منين بعد ما يضرب منين اللي حيضرب شامبيون حيروح على اقرب شامبيون للتاور فقط، هذا التعديله في الـ في الاي اي حقه او في في طريقه عمل التاور. اول واحده صلحوا موضوع على الايز انه يقلب زي الناس الوادم، ثاني واحده لو جاء ثلاثه شامبيونز داخلين تحت التاور اوكي والتاور كان بيضرب المينيون وانت ضربت واحد ضربت شامبيون، التاور حيقلب اول ما يقلب التاور من مينيون حيقلب على اول شخص اقرب للتاور فقط اوكي. بعد كده لو مات مثلا الشخص الاول التاور حيقلب على الثاني ولا الثالث راندوم زي ما كنا زي ما اول ما تغير شيء، فما تقدر والله ترتبها تقول احنا حنمشي ورا بعض اقرب واحد للتاور هو اللي حياخذها، لا اقرب واحد للتاور لما التاور يقلب من مينيون للشامبيون حيكون الشخص الاقرب للتاور. وبكده يا شباب انا باك فيكسز دائما ما اتكلم عليها وندخل فيها سلاش ارس. وبكده يا شباب نزلوا كروماز، نزلوا كروماز على ميس فورتشن تيمو كروما وات ذا فاك وزد وياسوا وكزنزا. وبكذا يا شباب خلصنا باتش نوت 6.17. الله يعطيكم الصحة العافية، مشكورين ما قصرتوا و